السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. بايت ابوي طول الليل، هذا واحد وهذاك الثاني معالي راسي، اثنين اتن ابوي دوروا اللي عرف يبندهن، حاول تقولوا لي موجودات هذنها كلهن هايل يا ربتن، واحد ورا الثاني كلهن تبع الحمام لعزمكم السامعين وتبع تحت الشبرية وشرقوار، لكن ما رات هاي ربوي ما لقطتن. نشيت ظهرت خاري عند الباب، مني منك بات بالطول الليل هاي ربوي مركوزات معالي راسي وشقارات لحل، صرت عند هاي مني منك طول الليل طول الليل طول الليل ما رمت، بغيت شطة مني منك. قال ابوي لا نحن ولن لي، انت دليت فصوصنا وين وشدني ابوك طول الليل بت، وهاي المركوزات معالي راسي شغالات. سبحانك يا رب، الناس رقدت انا رقدت، نعم اقولكم ما رقدت رقدت، لكن ما عرفت من وين ابند لتقم الليتات هاي. هي نعم بغيت اعرف شرق غرب مني منك، ما رمت ابدا ابدا ابدا، حاولت مني منك ما رقتها، ما كلهن دقيت ما خليت واحد ما دقيت، حرامي اللي ما عرفت لها. هي والله سبحانك يا رب، حتى هاي الستاير ترى لهن دقمة يدقون لهن دقمة يدقونها ويتحن. كان راقدة راقدة ترقد القبقوب تحت، كنيت لهن كلهن هاي كلهن، ولا دقمة منها لدقم ولا دقمة منها لدقم اني انا ولا دقمة منها لدقم انا ما يربت ولا دقمة، هذا بعد خنيخيش ترى ولا دقمة، كلهن اقولكم ولا واحد منها خليتها، كلهن هدرت عليهن. اللي يفتح اللي ما ها اللي يفتح الكل يفتحن ليتات، كل يفتحن الليتات، لكن شيء يسكر الليتات ما قدر يسكر كلهن الليتات الا واحد، هذا معالي راسي تحرى عرس. لا اله الا الله، والقسم هذاك والله ما حد قال لك من الخبر. بغيت محمد عثمان قلت له بات عندي، قال لا 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 لا، بغيته بشرق غرب مني منك ما طاع. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه شوف انت لا اله الا الله، علم الانسان ما لم يعلم. ها بس الدق الدق انتي تحب إيه ماشي، تصبح الصبح شاهد هالمكان لا إله إلا الله، سبحانك معظم شانك معظم شانك، ما زين هالطبيعة. لكن أقولكم المكان هذا يبقى يزوى، يبقى أوادم بلاد مكبرة، هاي حجرة ومنها في حمامها ودنياها، شو حمامها مركض خيل قميضة، لحد تسبح فيه ولحد غط عمره فيه ولا شياته، قرفة الملابس والدنيا شو دوكم. هي والله خيبة زينة، هي والله اسميك معين يا ابو محمد ما شاء الله عليك، ابدا والله اقولكم البح من حطيت راسي. ها شوف هذه هذا الاشارات، هذا البح عياب اثنين معالي راسي، لكن ولا واحد من هايين يسكره، ما طاع عندي ما طاع، حتى هذا ما عرفت له، في له طريقه انا ما عرفت لها. دقيت كلهن هاي، ها شوفون دقيت اكيد له في الصروحه من قيل،
دقيت هذا 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 بس إلا مال هذا ها. ما يخصه في هذاك. شو دراني؟ هاي بيكون غرفة الناني. شوفوا هاي غرفة الناني على قولتها. غرفة الناني وهاي إطلالة غرفة الناني. ما أقول عن شيء شيء الناني. اسمها ناني. أحلى. شوف كل قسم روحه، كل هاي سويتات كلها سويتات. هذا وين بقديك محمد عثمان، كل حد بحجرته كل حد بحجرته كل حد بمكانه. سويتات روحن غرفة وصالة غرفة وصالة غرفة وصالة غرفة وصالة. صرت لهن البارحة صورتهن، ما صورتهن شفتهن في الليل يوم وصلتهن عقب ما ينام العشاء. ناني جميل. شيء اثنين من هاي الدراير، واحد طرف هذا واحد طرف هذاك، هذا كله تابع حق القسم هذا اللي انا فيه. مكان جميل، مكان جميل. كان يباله يزوى هاي يبال رجال ويا حرمته بعيالهم اثنين. شوفوا الحاقول البياح، بقعت البياح. شوف ما شاء الله هناك عاد غليظ القرم. منقروف منقروف منقروف. سبحانك يا رب. والماء يدفع صبح ومساء. الله يا جماعة الخير، ما ودي أسكر، ودي أصب لكم بين هذا المكان جميل، مكان يسوى ويستاهل العنوة. اللي براحة البال، هدوء، صوخ واحد، صوخ واحد. يبي حد ابو يتمقط هني ها، يبي حد ابو يتمقط. ما بنى، انا ركضه اني ركضه ركضه. تروح تشوف البحر ها، شوف سمك، شوف الدنيا. شوف ما شاء الله هذا وين يدفع البحر من هالداعمه. هذا مدخل ها خور. سبحانك يا رب ما عطم شانك. هذا كلها معاليك، هذا كلها قصور وبيوت. بيسيف حمرعين هناك رحمة الله عليه، يا مال الجنة الباردة. الله يغفر لك يا ابو راشد. هناك بيته فوق هناك فوق هاي جلالة رحمة الله عليك يا ابو راشد. تمصيته تمهك الطيب اللي الناس تحيده في كل مكان، الذكر الطيب. اي والله كان ابو الجميع. شوف الحواجيل انتو، اي ما كثرهن. صغير سلس والعود حاقول، والعود العود 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 هو اللي هي ألد أكل عليه، هي الولادة. يا لحمها يرد بخضره، اللحم يرد بخضره، والعظام داخل خضر. سبحان الله. ولادتي شي كبر شن عده لحمة لذيذة ما زينها والله. أكثر البيوت ما يأكلونها، يقول والله نحن ما نأكلها الولادة، لكن تجرهم حد من الوالد ما يعرف، ما يعيبه ما يعجب العجب. ولا أنا أموت على الولادة. العودة عادة كان لازم مكبوس فوقه يبالها يزوى، واليوم اللي بيسوى المكبوس ما يتسوى شيء وياه. شو هذا كله تابع للفندق، شوفون. وانت سائل، وانت سائل.
وانت ساير وانت ساير وانت ساير وانت هاك اللي تابع الفندق هاك الواحد روح غرفه غرفته غرفه غرفته من هناك عاد الاقسام اللي مغير زين بس عادي يلا بس هي اللجة بتدلة شوفوا سارة مشان ولا بيصير هذا طلعت عماركم برنامجي ما يكون زاهد خليت لهم الباطل ويون على هواهم صاروا يتريقونهم صلاح هذا عناية يوعان قال انك انا دقيتوا للدرع محمد عثمان وين يلا يلا صلاح يتندق يبريوك يا ربي تخيلوا بدريني من صباح الأخير لين الحين روحي صلاح هذا متزعم العصابة صلاح ومحمد عثمان عاد نايب العصابة من هل مبخور وعناي وأسد جايتنهم لمشيخة من يشوفون مكان فنان تيهم لمشيخة أوتوماتيكيا شي بعد حد عندنا من العرب الربع نهنمونا تيهم لمشيخة من يشوفون اللوادم المستشيخة منبونها ولا المشيخة لهم حطوا راسهم براس لا لا وفضلنا بعضكم عن بعض ما يستوي هذا وهذا واحد الله واحد سبحانه وتعالى المهم هذا موضوعنا ابوي مخليني روحي وين الحين جالس بنجم الدلة هذا قورينا على الضوء إديسون من عندهم غاليري السيف وانا اللي برويكم يا شو حينه هذا الدلة ملقمة من البارحة المغرب تفيدون تنشوف لين الحين حارة سبحانك يا رب من النوادر فقط هنمو لدلة وهذا قولينا طلعت عمالكم الإديسون اللي من عندكم غاليري السيف وحرماه فنجال ورب شويون اليوم بزيد على الباحيتي شوية دلة رفيعة ويوم بزيدها شوية تتحوى دلتنا طارق عماركم فيقنا عنها اليوم دلتها بنغسلها بأمان بنغسلها لأني ما ريت تزيت ما ريت تزيت تم حتى الفران والقناد مكان مضمل صابون ولازم بتغسلها بمحار ما تنغسل بمداء بارد الدلة ما فيها طلعت عماركم إلا القناد خاشوقة واحدة من الصغار أما عن الزعفران فأنا أحب شوية الزعفران يكون زيادة أنا مستويت يعني هالنمونة والمسمار طلعت عماركم 5 فصوص شوي شوي تحمل أيوة بس 5 فصوص وهذا قورين طلعت عماركم يطابخ هيلا بيس هيلا بيس هيلا نقول على أمر أوه اذكر الله اذكر الله اذكر الله توضحنا البراس الخيمة ايه قروي وخيص في فندقنا اذكر الله يا رجال اذكر الله دلالة ساميهن ما عرفن لكنهن وش اذكر الله اوه ايه زين الدلال ما شو اسمهن
لكن حل ما عند السيف جاليري عندهم مليون لون ولون. أنا من هاي أخذت للسفر وشيء عندهم هاي لكن زرايات ومرنقات مليون لون ونوع. بعد كل ماركة السيف ولا يبردن رقم واحد شيء من الجميلات وايد وشيء اللي للسفر. أنا هاي الناس تستعمل وايدين اختاروا خذوا منه شيء بيض شيء لاسيات شيء كذا لون. أنا بغيت هاي للسفر لأنهن كبار 2 لتر 2 لتر يعني زينات حقي أنا يعني اللي عندي غير بجون قهاوي وايد. من تقمش طالك عماركم القهوة جلب الأولي والثاني طفوا عنها وداروا يتفنيلون خلاص الزعفران والقناد طالت عماركم أحط فيه شبت الدلة بطن الزعفران وقناد ومسمار هذا منكهات أو معطرات على حسب الرغبة للي يرغب واللي ما يرغب عاد على هواه. اذكر الله اذكر الله اذكر الله يا رجال هي قهوة قهوة عليها ضرب الوصوف. بس خلاص عاد الحين 5 دقايق بنزل دلتنا قهوتنا في الدلة بنعيم الله خير. ها كل ترى ابوي من جاليري جاليري سيف السيف اللي امس سوينا الاعلان نحن سرنا لهم خبرناكم عن علومهم كلها كل شيء عندهم كل شيء في الدنيا العود عندهم خصوصا الالكترونيات هالفرامات والغسالات والقطاعات والميكروويفات وما ادري شو بقولكم الدنيا والدين. محمد اخ عليكم مخليني روحي. السلام عليكم. عليكم شو هذه اللعبه؟ عليكم السلام. كم ما جيتوا؟ يا مرحبا وسهلا ابو عثمان. ليش هالكثر تاخير؟ حبيبي ايش حالك؟ منو نام؟ منو هم؟ كم من فرح معك؟ الو حدد كم شخص معك؟ منو اللي راقد؟ تروع منهم انت بياكلونك الحين انت الارباب. حتى يبي يصير الحمام حد منكم. منهم؟ صراحة هذا كل روح ها؟ ريوقك يا بيلي بيضتين طال عمرك يا ابو عثمان. لا تريق الا بالشخفي. انزين شوف اصبر صالح اصبر انا مغسل الفنايل. كنا ما شاء الله كفطور الطيب. الله عليك زحمة؟ وين خالدي؟ وين خال؟ والله خال ضياك فطوق لها. شوف انت. اي نعم. طال عمرك يا ابو. وسلم عليك سلام وايد. منو هناك وايدين؟ الشارني. ها؟ وايد ما شاء الله وايد متروس. اللي هناك وين الريوق؟ اي. ريوقهم فنانة؟ يا الله يا الله. والله. شو تبغي؟ شوف انت. انا والبادي ما بيني وبينك. هي. لكن يوم شفت الخير؟ قلت يا الله خير خير يا خالد. والحمد لله. تعدي شوف وين ساير؟ تعال تعال لا تصير كيتشن لا تصير كيتشن يا ربي صلاح متو شو بالك حبي شو تبى شو تبى انت الحين شو هذا ما زي شنو هذا تبى تبى سحب لا كم السكر 180 وحده 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 مش ما ياكل بعض ولا بيروح فوق اكل واجد بابا خليه أخ عليك أخ عليك يا هاري يوم يشوف الحريم قليل أدب ما بزين لا تيب طاري حريم اسم الحريم لا تيب يريد بيض هو يسوي خصوصي يجيبك سلاده كلت بيض ولا لا؟ يلا ها سكر سكر الباب هناك شو دراني؟ ما يهمك شو تسوي انت؟ شو حرام؟ هو يجيب هو انه حرام معناه يلف البيضه يعق لي اللافع على الطاوله حرام منو قال لك حرام؟ الله بلا منو قال لك حرام؟ لا ما بحرام مفهوم هي لك المبحرة الحين اسمعني شو كان يقول توا شو يبحين هو شو يقول شو تقول انت انت شو تقول الحين الحين منو اللي ينخر امانة ادري ما بنته انا لا اسي امانة منو ينخر اسد اي لا ادريبك نخير واصل لي الحجرة فيها انا اي اسمع ايه شو قال ينخر وبعد أنا ماشي. هو في الليل كله بالليل هو كلام نوم.
يتكلم هو راقد؟ تكلم تراقد؟ ولا هو يتكلم عربي؟ ايوه بابا ما يسمعنا شو كلام مال هو؟ وانا شو قدام الحور البرائها هي تجيب اخي ماما ما تسبح هي جيبوه تبغى تسبح الساعة لسه بغير ملابسي مره هي وادخل داخل شوف انت هي ضبط وانك الماي ما شاء الله الا 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 ابوي انا الباحه طول الليل هي قلت ابوي في الحور انت هي هي ما نوم بابا نعم صاير اثنين انا نوم هي بعدين ثلاثه كم قم؟ اربعه ونص اربعه ونص وقم ولا دور 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 أربعة ونص شو ناس يسوي كذا هو سيمسم متوى هو سيمسم متوى روح مسجد يصلي بالعرب حمام ولا حمام زين ترى مغرب عصير كم قراص عصير بحش عارف اللي خمسة خمسة قراصات عصير ما هذا من شو بقى منو سول من أنت يا با هذا من أنت هذا شو سول هذا لا تنخرون كلكم تنخرون محمد عثمان محمد عثمان ينخر لا هي حشيم لا اسد 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 زياده اخر اسوي الشغل حجرتي اسد زياده اخر خر اه شوف هذا نحن شراكني بدري والجديد ما ادري ودي هذا وهذا كبيرهم علمهم السحر هذا الحرام العود تاك عصبح اشوف هذه جاي لنا طالت عماركم من فندق الانتارا توك ما تبع وحين اول من طالع انت شوف وين ايه الله هذا هدية منها بعد ايه حاطين اللسب يا سلام ايه اسم صلاح بعد احلف اشوف يلا بس انا ما اعطوه صلاح شكرا على هالهدية هذا من إدارة الانتارة يا سلام شو يخصك ما ببارك ما ببارك أنت كل شيء تبي تاخذه كل شيء ما تشوف شيء عندي الحد جاب لي شيء إلا تاخذه ما بشوف هذا يلا شكرا شكرا ربعه عاد ود هناك حجرتي يا ويلكم نحط سكة ايه ما تيسر تتحرك ما تيسر تقول شيء اللي نبحك خير الله يلا حين سبحان الله مجموعه غريبه عجيبه حريشه طليلي فنتير غراب اربع خمس المونات متيام عاد ضربه شو اللي يمعهم ضربه سبحانك يا رب لا اله الا الله اتوقع لان يمعوا لهم كل شيء شوفوا على فكره وايده البلاد أهملت المانغروف اللي هو القرم في أبو ظبي بحط لكم الحين فيديو يرويكم شو وصلت إليه ما شاء الله بلادنا بلادنا الحبيبة في من كثر اهتمامها في الطبيعة تمت تزرع سنويا يعني ملايين الشتلات من القرم هاللي تشوفون ملايين مش آلاف ولمئات الآلاف بل عشرات الملايين إلى أن وصلت مرحلة يزرعون القرم بالطائرة اللي هو الدرون يتم حاليا زراعة القرم على مناطق شاسعة بالدرون طيارة الدرون تشل كذا بذرة سبحان الله شوف قمت يوم عاد القربان قربان بقول كذا واحد ويزرعين أبوي الدنيا كلها بحاول أن لقطت لكم الفيديو مع زراعة الـ 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 بذور المانغروف اللي هو القرم بالدرون بحط لكم اياها ان شاء الله اني القطها تواصل هيئة البيئة في أبو ظبي تنفيذها مشروع نثر بذور أشجار القرم باستخدام الطائرات المسيرة في المناطق التي لم تتم زراعتها لضمان نجاح المشروع في تحقيق أهدافه في المستقبل بعد أن نجحت الهيئة العام الماضي بنثر مليون بذرة شجرة قرم في إطار جهود الدولة للتخفيف من آثار التغير المناخي ويعتبر استخدام الطائرات من دون طيار لزراعة أشجار القرم وسيلة لها مزايا عديدة نظرا لانخفاض البصمة البيئية لهذه المنهجية كما أنها تعتبر وسيلة فعالة من حيث التكلفة
لأنها تقلل السعر الإجمالي لزراعة القرم وتلغي الحاجة لإنشاء مشاتل القرم والتكلفة المرتبطة بها، فضلا عن أهميتها في تسهيل الوصول إلى المناطق النائية والصعبة. كما يتضمن المشروع تنفيذ تجربة لدمج تعلم الآلة خلال مراحل المراقبة في المستقبل، وتدعم هذه المبادرة الهدف الذي أعلنت عنه وزارة التغير المناخي والبيئة خلال مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف 26 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في COP26 غلاسكو عام 2021، الذي كشف النقابة عن خطة وطنية لزراعة 100 مليون شجرة من أشجار القرم بحلول عام 2030. في وداعة الله هالمكان الشيوخي الفنان الملكي. اي والله هاك شبارنا بساحب رب سارة يتلبسون شيبكم هذا ما داس بالحيل كله بعد نسون عادي هم بشوتي كلهم بشوتيات كلهم فريج بشوتي هاي وحدة وهاي الثانية بيوبات العيد هاي المهم شوف انت والله عليكم يقولكم البلاد عندنا مهتمة في المنغروف أو أي شيء يساهم في جودة الطبيعة والحفاظ على الموروث والحفاظ على طبيعتنا وتضاريسها وأشجارها وطيورها. سبحان الله في كل مكان يدفعون ما وراهم ودونهم لجل هالشيء ما شاء الله. المهم شو طلعت عماركم يوم يقول لك يوم يجي واحد قال وين يجلس العنب والمكان عود طويل عريض قال له يس فوق راس الحامل هذا ها طح وين يجلس والدار الدنيا كلها طعوين تشوف التفزير وين تفزر انتم شوف انت سبحانك يا رب والدار كل مكان لا تقولون تفزيرته هاي عادية لا 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 مش عادية أبدا هات تفزيرة اللي غير نمون يقول لك عنها هذا ظهرت أنا من قسم هذا قسم صلاح وهذا قسم أبو عثمان يا سلام يا ابو عثمان يا سلام يا سلام متخلي ومتبيت طعط الله ما زين لها الصورة متخلي ومتبيت يا ابو عثمان ها شو نسوي ها الغالب طوع اشوف بيتك محمد الله يا سلام خليوني محمد شنو سمان كم هي كم شوف انت شوف انت ابو عثمان الفواكه والدنيا القروضات ها هاي الصابره عمرك هي هاي الصابره وهاي الفواكه هاي البرتقال ما برتقال هي وهذا مطله صار وين المنظر هالشو هي شوف انت طلعت محمد ما شاء الله الخضره الطيبه وما اشوفها ما شاء الله هذا حوضك انت صدق قاعد تسبحت محمد ما شاء الله عليك شوف انت ضرب تبه هي لك مريال محمد ها غزيره غزيره ايه والله براد براد الى ابعد الحدود شوف القرم شوف ما شاء الله شوف هالقرم هذا صغار هذا مبذور بدر بعد هذا ما شاء الله هاي كلها باكونك هاي باكونها يسر يا طايح طايح لك في تله طايح لك في وادي ما اقول عنك شيء شوف انت الحجره مطلب على نفس الشيء على الكاس ما شاء الله عليك يا ابو عثمان نعم شو ما شاء الله شو تم شو تمنى شو تم واحد احنا هي عندنا خف في الشهر يمر ياخذ هالفندق هذا الطيب هذا الحلو سيبه انا ابو الحمام اكبر عن حجرتي لا روح وذا لا هذا الشوار هذا الشوار خارجي وهناك بعد شوار خارجي روح روح شوف انت هي كل مكان مرة شوف شوف الله يهنيك يا ابو عثمان الله يهنيك الله يهنيك ما شاء الله ما شاء الله استمتعنا هاليومين بارح باليوم عينا من الله خير بس عاد علينا بالعز ها بس علينا بالعز بس بس انا بس انا عز بس متاخر محمد بالقهوه عندي ها يا متاخر طال عمرك يا ابو عثمان وهب لا فتحتها ما فتحته ما يبى ضرابه ما يبى ضرابه هكذا ما يبى هكذا يا اخوك ضرابه ابوي له اوه طال مكان يا رب يا ابو عثمان بتغدى الحين ولا بتاكل واحد لا 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 ما باكل واحد لا لا عثمان
في ذمك يتودع هالمكان؟ بيني وبينك ما خلت مكان ما صرت. هل المكان هذا فشل؟ ايه الجميل. عال بشيرك الحين بعد شوي بوديك مكان؟ بعد لا صار ولا استوى. وبعد في راس الخيمة. والله العظيم الله محمد. لا هذا شيء وهذاك شيء. الحين كشتك نص البحر. في نص هالغبيب ونص هالقرب. وحين بوديك بعد مكان اول شيء بنزور مكان معين في الدقداق اظني ولا جدل الخران هناك صح. اه هلو هلو يس ثانك يو فيري ماتش. يلا روح تلاقى هناك في الريسبشن. صلاح موجود يبغى يلا يلا بنسير وياك صبري هي فقيره هي اللي مستقبلتني يتودعنا. المهم اول شيء بنزور طالك اعماركم مكان مكان طالت عماركم في عند جماعة بنسير على جماعة ومن الجماعة بنوديكم بعد مكان مميز في نص الصحراء مكان مميز وفنان. وين انت ما سألتي عنه؟ والله سألت بس ما حبيت ازعجكم. حياك الله. لكن المكان ما بمال يوم يومين المكان مال على الأقل تيل الثلاث أيام فيه أكيد هذه متفق أقل أسبوع مو بس ثلاث أيام. إيه والله المكان جميل واليوم مصبح براد يعني ما ظهرت أنا اليوم من قسمي أنا. لا هو على فكرة دائما الأجواء في رأس الخيمة 5 درجات أبرد من دبي. سبحان الله. دائما في بريز هيك حلو في نسمة كويسة. سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله أيام الشتاء شو هاي الدنيا كلها تخضر. الدنيا هاي الرمور كلها تخضر. هذه يوم تنزل المطر بعد المطر بتصير صافي الطريق لانه الجبال اللي من هناك كلها تكون واضحه. سبحان الله منظر جدا خلاب. اي والله استانسنا هاليوم. انا ولا ظهرت من القسم مالي هذا شو قسمي انا هذا ولا ظهرت من الباب ما فلحني والله ما ظهرت من اي شو تدرين ما رحت اتريق ليش عجبتني القعده ما هان علي يطلع. خبرتني كنت بجي باخذك وبرجعك. لا ما بغيت اجلس جي. طيب كويس مهمكم انكم ارتحتوا استانسنا وانبسطنا. كان العشاء امبارح في منتهى الروعة على المطعم هذي تعشينا فيه الحمد لله. شو اسمه؟ ميكون. ميكون اي والله فنان الى ابعد الحدود. يا مرحبا باروى. الله يخليك اروى. انت من هالوين اروى؟ انا توصيه تونسيه. تونس الخضراء يعيشك يا حامل الأخبى بزلانك المرسى وإلا بحرف الواء. يا عيني يا عيني ما شاء الله. حمل عثمان هذا ما شاء الله. إيه حمل عثمان والأجر على الله. هذا أبو تعشينا البارحة مطعم آسيوي في منتهى الروعة وأكله كله فرش يا بولنا من اللحوم والسموك الربيان والدياي ما خلوا شيء والخضروات والسلطات ريدوا الاسباء. نحن على اساس انه بنسير محمد عثمان يس يسولف وطاف الوقت علينا. اي والله قاعدين. اي والله خبرتوني يا قلت لا اليوم ترويق الصبح بعدين المساج بعدين يروحون للمسبح ولا البحر. ما سرنا ابوي ولا تحركنا نحن ابوي بيتوتيين رمسه وقرقر سوالف مشاهدين ها وكل اكل هذا الفيل. ها هذا الفيل ركبناه هي غاوي زي مكانه موقع جميل. تحيد هالمكان محمد تكلم شيء تمشي عريولك هي كل ايام هي يوم التكريم تكريم. كان كل شيء على رجلين رحنا للبيتش هاوس. هاي الفلل عباره عن شو هاي؟ هذه المبنى الرئيسي عباره غرف واجنحه هذه 90 وحده 45 تحت و45 فوق. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سلام والله يا جماعه الخير يا المكان هذا يسوي اليوغا هناك. هذا موقع اليوغا. شو اللي الفعاليات اللي عندكم حق مثلا العوائل اللي بيون شو في الاطفال في بادل كورت في الالعاب اللي هي المائيه اللي على البحر الجيت سكي البوت في الصيف بنحط في الشتاء اكثر بنحط التنس تيبل تنس برا بنحط نجيب انترتينمنت مغنيين فهذا المسبح الرئيسي. ما شاء الله ما شاء الله المكان. من هناك عنا البيتش هاوس ومكان الشيشة ومكان الووتر سبورتس. على فكرة هذه رأس الخيمة. رأس الخيمة ما ينقصها أولها من آخرها فنادقها
أغلبهن 70-80% كلهم 5 ستار إلى 7 ستار، ويوجد فيها الفنادق في البر وعلى البحر. اللي يميز رأس الخيمة أن توجد فيها فنادق صحراوية، واليوم نحن إن شاء الله بن ها رياض فيلاز. رياض فيلاز هذه فيلا تجي فيها 8 غرف أو 6 غرف، تكون دايركت على المسبح ولا على البحر. والله أيوة. 8 غرف. تسكر الباب، ما فيها مسبح بس بتسكر الباب، ما يدخل حد معاكم، هذا الباب يتبطل. أيوة. إذا حاب حد يأخذ غرفة بس عادي، حاب يأخذ الفيلا كاملة 8 أو 6 براحتك، ممكن حتى تتأجر بالدور. شوف يعني أنت. دور بس. رياض فيلاز. مثل اللي في رياض منصور. اللي فيه الرباط، أحبر الرباط في مراكش. أيه. مراكش نحن جيناها. الحين رح نطلع دايركت على الباري، فهذو الغرف الباك سايد، يعني هذه ممكن تقول أخيب غرف هذه إطلالتهم. شوف أنت. هذه أوحش غرف هذه إطلالتهم. بالنسبة للفندق هذا الغرف العادية يعني. شو؟ أقل كاتيجوري. شوف أنت. هذا أقل شيء، شوف الحجم أنت، كل غرفة بلكونتها مكبرها. وبخدمات ودنيا الفايف ستار، شوف الإطلالة. لا إله إلا الله، شوف الجمال، شوف جمال الطبيعة، شوف الخيران، شوف الدنيا، شوف عثمان، شوف شوف الخير في رأس الخيمة. الكلام واضح. إيه والله الكلام واضح. ما شاء الله ما شاء الله. هذا البادي كورت للناس حابة تلعب. سبحان الله. شوف الحين أنت ما يحتاج تسير الفندق المبنى الرئيسي، هذا المخرج يجيبك سيد للباركنة. ما طلعت للسيارة. شوف انت. شوف عثمان، شوف بلادك، شوف راس الخيمة، شوف غدة. تغني يا ليل. صلاح صلاح. سلمت على أروى؟ خلاص. لا ما في خلاص. لا 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 لا. لا أنا ما شفتك. سلم سلم. ما علي سلم على أروى. قولها شكرا. الحين قولها. أبوك حرام أبوه. يوعان. شفت انت تقولي نطلع. لا يلا الحين بسكر الباب. يلا صلاح قولها شكرا. الله يخليك يا رب، شكرا لك والله. صلاح اروى ما شاء الله عليه، شكرا اروى على كل اللي قمت فيه. اروى ما شاء الله، شو ماسكنتيني؟ انا ماسك الغرف، انا مديره الفرونت اوفيس. انت يا ابو تلو يحطونك مديره قاره بترومي يديرينها ما شاء الله عليها عن 600 موظف حرشة ولبقه ومتحدثه. الله يخليك وما شاء الله وخدومه. شكرا خليك. بنتنا العزيزه اروى، بارك الله فيك والله، يكثر من امثالك. سوينا شيء غير واجبنا، وما تشيلكم الارض تشيلكم فوق راسك. الله يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله يا اروى. صلاح اروى من تونس. تونس تونس. هي شفاقه هي بعيد تونس الخضراء. اسمعوا بها عوافي وعوافي وعوافي. هذه عوافي، هذه عوافي طالت عماركم. انا عديبها من الثمانينات. هذه المنطقة الله بيحاسبني على كل كلمة بقولها. يوم بيبرك البعير ما يبين غير راسه وسنامه، راسه وسنامه من الحية والدنيا شقاي الخضرة. وسنم السنين ظهرت من عوافي لين السرة، طريق بر تقطيع. ويا جماعة يا شي من البقع، السيايير ما تبين يوم تمشي بين العشب، السيارات ما يبينن من كثر العشب ما شاء الله، متعدي القمارة من فوق. أيام الحية الأول يقولون من هاتش السنين ما يحية شرات هاك الوقت. طالت عماركم هذه المدينة وهاي البلاد، هبل راس الخيمة، إماراتنا كلها الحبيبة، من بوظبي لنشيل فجيرة برها وبحرها، غنية غنية ما بلا بالثروات الملموسة والتجارية من خيرات الطبيعة، لا غنية بالموروث. عندنا نحن في طبيعة بلادنا تبارك الرحمن، ما أبالغ أني قلت لكم أنها من أغنى بلدان الكون من الأشياء اللي عندها من كنوز، في الإبل وفي الماعز في البجير في الحلال في الزراعة في الحب في الطحين في الشعير في المأكولات في الطرب. عندهم الربابة، يوجد العود، يوجد المنيور، يوجد السنجك، يوجد أشياء كثيرة لا لها لا عد ولا لها حد يحسبها. اشتهرت الإمارات تبارك الرحمن في البر والبحر
والسهل واليبل، هذه كلها حياة، وكل منطقة من هالمناطق يوجد فيها العديد، فيها الطب الشعبي الطب التقليدي، يوجد فيها طالة عماركم الصقارين، يوجد فيها هل البحر من صناعة القوارب، فيها من الأدوية، فيها من الأعشاب، فيها من الزراعة، فيها من الطويان، فيها من وايد البنيان، طريقة البناء. عاشت اللوادم كانت وما زالت طريقتهم الأولية، ويوجد لين اليوم، لكن شو عاد اللي يوجد؟ يوجد فقط القليل القليل من الناس اللي حافظة شو فيها دولتها، شو فيها، شو اللي مضى عليها، شو اللي موجود، شو الناس كيف تقدر تعرف الأشياء التعريفية، انك كيف توصل الى المكان هذا، شو فيه، شو ما فيه، شو هله، كيف عاشوا، شو تربوا، شو يزرعون، شو يحصدون، شو ياكلون، شو كيف يتعالجون. هذا طالت اعماركم، كل هالرمز اللي تسمعونها، حتى اشجارنا، نخيلنا، يوجد عندنا نخيل ما توجد في اي بلد، في اشهر بلدان الكون اللي فيها نخيل بالعشرات الملايين، ما يوجد عندها النوايع اللي موجودة عندنا، يوجد مصادر المياه، شيء كثير ما حد يروم يحصاه، لا انس ولا جان. لكن انا لفت انتباهي وحين انا سائر الحرمة، الحرمة هاي كيف انا استدليت عليها؟ اجلب في حساب معين، لفت انتباهي حرمة الداوي بالطب البديل بالعلاجات المحلية القديمة، فقلت في خاطري هذا حساب مميز. المهم طلعت الحساب، ولأن في أشياء تعرف وأشياء ما تعرف من العدد والكم الهائل اللي يدور فيه كنت ياها الحساب، فعيبني الحساب، عيبني الحساب، ولفت انتباهي عند البوستات اللي فيه. فحين متعني لهالحرمة، من عقب ما زور الحرمة هذه طالت عماركم وأشوف كانها وأتعرف عليها ونصور وياها ونشرح لكم شرح تفصيلي عن قدرات هالحرمة وشو الناس استفادت منها وشو المجتمع بيستفيد منها وكيف يتم الاستغلال أو الاستفادة من هالحرمة ومثيلاتها، لأن هاي الحرمة هي لغيرها هاي حياة راكبها محول لها مدة بسيطة وبيصير الإنسان هذا الموروث اللي عنده هذا، إن كان فن، إن كان علاج، إن كان خدمة، إن كان شغل، هذا الناس كيف بتعلمه؟ فلذلك هاي كلها الأسرار بنعرفها الحين، وبحاول أني أنا أثري المحتوى اليوم بهالمحتوى الجميل إن شاء الله. نحن وصلنا طالة عماركم إحدى مناطق رأس الخيم الجميل الفنانة، نحن طالة عماركم في الدقداقة، الدقداقة والدقداقة، هذه هي الدقداقة، بيوت البسيطة الفنانة الجميلة اللي ما شي شراتها، هاي دقداقة، دقداقة شي هنتي شي واحدة عالية وهذه تانية، كلها اللي فيها عرف فيهم خير. وعالي الدقداقة طالت عماركم الخران، منطقة الخران، وهذا نحن وصلنا هالبيت الفنان المبروك، وبنخبركم عن سبب زيارتنا وشو هناك وشو الأخبار وشو العلوم. على الحين محمد عثمان وصلاح فيزر جدموني. هاي الشعبية طالت عماركم اللي في الدقداقة بانها حياة راشد بن سعيد، حياة راشد بن سعيد باني شعبيات في كل مكان، من ضمنهم هاي شعبية الدقداقة، ومثل ما تعرفون لا اللي دوم أنا رمسكم عنه ودوم أطري لكم إياه، في البيوت الأولية والجديدة والجدام والوسط كلهم واحد، لازم المطبخ أي عند ويه الباب على اليسار، المطبخ اللي فيه السمك المشواي والتنور، ما شيء بيتخلو من تنور، هذا تشوفونه، هذا التنور، هذا التنور ما يباله كلام، وهذاك الهندوي، وهذا بهالطريقة بيشوا على هذا وهذا يخبزون عليه، وكل هالبيوت بهالطريقة، ما شيء بيت غير عن هالبنيان. عقب مع التطور وهذا الناس عاد تمدنت حد ما، لكن أغلب البيوت كلهم تامين على الوضع هذا، يعيبهم كل هالبيوت، نحن بعد منهم كل هالبيوت العرب، المشواي لازم روحه والتنور خاري، ما شيء تنانير وتاوه للشوي، إن كان على الحطب ولا على الصخام أو على أي كان، كل هاي الأشياء الكبيرة خاري البنيان في الحوي أو في طرف البيت.
جماعة كلهم داخل صلاح وبل واحد. السلام عليكم. أبو محمد. السلام. بنت مايد سلام عليك. محمد. إيش حالك؟ حالك. كيف أنتي؟ أبو خير. يا مرحبا بنت مايد. من نهايه لاني الله يبارك فيك الله لا خلانا منك ما رحبتين يا بتماي كيف انت هذا صلاح وصلت جاي من اخر الدنيا في صلاح هذا هم قادر صلاح الله يطول بعمرك ويخليك ان شاء الله يا بتماي احنا جايين تعاني من ابو ظبي لين الدقداقه من زريتهم من هناك يا وصيت الله لا خلانا منك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا خير ان هو ما شاء الله ها شوف خيرك الله تفضل امشي عنكم زين تفضل يا شيخ عشان نعم انا فواتك ما شاء الله والله هو بقدركم يا رب خير والعمار ان شاء الله نعم قدركم يواكب انت ما تريد نحن نريد انت متعني ومتصرف قص عن عمرك ما خصك فينا اتمصح وعافيه الحمد لله ما عنها منشور الله يرحبك على فضله ويبارك فيك يا بتمايد شيخه بتمايد المسافري كم سنة لك في هالبيت أنا؟ لا تقول من يوم عيالي بعد أمي سبحان الله هذا صغير هذا ما في زود كبر هلا ولد البارحة لا صغار بعد من يوم السن وصغار كلهم هي. خمس بنات وولدين الله يبارك لك فيهم وربيتهم ميتام وابوهم ميت انا ما حد في قماط وحد رحمت الله عليه رحمت الله وربيت الحمد لله جوزتهم الحمد لله اللهم لك الحمد عشت في بيت وهذا بنيت روحي تستاهلي نعم القسم هذا القسم هذا روحي بارك ها لكن شيخة بنت مايد نعم. المسافري نعم مبسوطة في هالمكان والله مبسوطة الحمد لله الحمد لله انا روحي انشرح خاطري من دخلت البيت مرحبتين والله اني مبسوطه أبل مره ملايين مره اللهم لك الحمد تستاهلين تستاهلين بيني مرحبا من صار من بيتي لين دخل بيتي الله لا خلاني اين اوسع لهمي بيتي جزاك الله الجنه نعم. الله يرحم والديك والانسان ما ينزار الا بالحياه يوم ما تلقيه ما حد قفار اي والله اللهم لك والعرب الحين تكبرت ما في الاول بيجون بيسلمون عليك وبيجونك وبيوصلونك لا ما جاي سبحان الله هم قصري هم ابوهم قاصري لكن الوافي انا روحي اسيله الانسان جزاك الله من طيبك والله العظيم يا ابو محمد اني اسيله لو ما اروح سبحان الله الوف الانسان صغارة نفسك ها نعم. كلها يلحقك اي مباراه نعم اني اسيله الانسان روم ما روم اسيله يا مرحبا بنت مايد مرحبا 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 ابويا من زريت انا طالع مثل لا تخبرك كيف عرفت انا وجودك في هالمكان وعرفت مكانك وعرفت الطريقه هذا كل شيء حساب في الانستغرام نعم يوم شفت ليش بقابله لكن لو بقابله يعني ما قدرت انا اصفد افكار من وراها وايد طيب فقط اني استدليت وعرفت انك راعيه علاج وراعيه طب وراعيه ما شاء الله عليك الحمد لله انسانه الحمد لله يعني عالمه في الامور الدنيا كلها نعم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى نعم تداوين وتوسمين تشجعين تسوين هالدنيا كلها وتيبرين والله وين عرفتي هالامور كلها من وين ورثتيها من علمت طال عمرك انا بخبرك ورثت من خوالي من والدتي خوالي ثلاثة كلهم علمني يوم عمري ثلاثة تحيانا ما شاء الله يوم ثلاثة تحيانا اعرف لكل عوق عارفين لكل عوق نعم مثل عرز جبود مثل الكبد مثل عرج النساء مثل هذا هني التوال مثل كل شيء الحمد لله والبغيض والبغيض البغيض انا اقبض انا هني والله عليك نعم هني يقبضون انا وين يمسحون حياتي يلون مني يمسحون كذي هذا يقولون شيء عرج ينقعونه هني ها لا ها الحيات تقريبا كذي يكون يمسحون الحيات نعم يقبضون الحيات يمسحونه والثني هاي الاذن واحد يا بولي يملف ديره ولا تعبان ما الله بعد طب ولا طبيب والله العظيم ما قلت بخبرك من كان من 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 هدرتك ورا ويربعوبه من ثلاث سنوات خلينا يوبا المانيا يوبا امريكا يوبا بلدنا هاي كلها تخاتمنا ما فات يا بولي هني انا شو عوقه هو عوقه الشعر شتحته هني انا
كان مسكين يوم الساعة الثانية كان يزق مرة واشتعل من ورا بلاله من الأيام واشتعل وصلتني يومتين وأيام وحدة تمني عندي العلاج. يعني علاجك ما بل الحريم بس؟ لا لا علاج للصغار بس الرجال ما تعرم جنسه. قالت علاج مداوي لمداوي رب الأدمار مرفوع عن القلم. والله هي بعد علاج حنشر الدخاتر ويا ابو بناتنا كلهم في الطب وفي العلاج في كل الامور. اي نعم يعني هذا اعتقد يعني هذا طبينا. اي نعم انا الناس عاد يوم يقول قلوا 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 وقال خيرهم هاي الناس هل بالقال والقيد قلوا قال خيرهم ان شافوك في خير سدوك وان شافوك في شر ضحكوا عليك هذا الناس. نعم نعم عيزنا. نعم حتى انت لاحجنة القاصر. لا لا لاحجني لاحو زرعت زراعة استوت ما يلا زرعت الزراعة زرعت الزراعة استوت هي طعم دبية كرمك الله سمعت غدتا مبروكة هذا جاهد هذا جاهد ولد طعمت بقرة شدين شوف انت الحمد لله الحايل ما تدور عندك والعاجر ما تدور لا سبحان واللي ما تلقى احمدتم الحمد لله كل شيء غني الله يطر فيه البركة يك مبروكة الحمد لله تبارك وبالنواصي والأقدام ويوني الناس بيموتون ويسيرون عني مستفيد اليوم يسيرون عني سوالي تيلون شو سويتي بنا قلت مرد وشادة بسات إيدي بسم الله عليك يا رحمن الرحيم أعرف أبوي أنا أوسم أنا حتى أبوي نيب أوسم أنا أعرف أنا يوم واحد يكون سيتين وبدو يوه شو تسوين أنا ها؟ هذا البرقة هي البريجع البريجع ما سميته أنا لأني أعرف أنا يلبسون البرقع سبحر معود ضافية يعني ما يظهر ويغير عيونه ويخدرون عليه هي يكنونه هي كنونه ما كنت هي يمكن هي ما كن يلحق أبو محمد هو ولا يلحق أي طالب لا ما هم إلا يلبسون يخلونه برقع هي برجعوا برقع وي واي كبير يعني هي هي صغير يا راتنا ويكنون يسبون عليه اخدار اخدار العروس الاول نعم العروس الاول مخدره مخدره اي وحين مخدره حويني المخدره حتى انقز قبل المعرس لا لا بس قود هي ليه تقود صح صح يا مرحبا يا مرحبا بنت مايد لا. اغرب حاله خطفت عليك اي من النبات حرمه يمكن ما تحمل ياتني حجي وايد هي يعني الحريم ما يحمل مسير الحريم ما يعرفه أبحكم نعم. أنا حكيمة ما شاء الله عليك. حكيمة وجاهد القدر أنا بعد ما شاء الله شايف ليلة القدر هي نعم شايفت لنا يوم أنا مزوجين عيالي أهلي أخواني صغيرة وهرت أزيل أباط في بوش أركب على بوش الليل من بروك من عبدالله طبع وليلة 27 وانا اتيانة وخط علي ما دلن مين يايب ابي يضاك ما يزل شي يسير بس هنا هوين بيها بمنزل عني يبوش روس سنمان تحت وريون الهوب والبيوت الشعب الحط ابواق والبيوت تحت لا اله الا الله نعم شفت ابال عين اللي بياكل هالدود وعندي بنية مستوى الفتحة عند عودة بعد هاي مسنين من يوم بعد جبت العيال هاي زبيت بوعبوا العيال والفروخ عيالي بيسحروا وين كانت سكنتكم قبل؟ سكنت ريا في الشارع دون الدقداقة هني في الدقداقة مش في الدقداقة يعني هنا عند الدكاكين هذه ليردي الشارع قبل الشارع نعم وواحد قوموا 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 كان يجيني يوقت ياكل كذي يا الله استوصل إبراهيم بيأكلون بيسحرون بالقلب يخبر زين الوي يسوع قدت بقعة شكل هاي حمراء مرة تقدتي مرة حمراء ويدي البنية تزق صغير وسير بالخياط هاي راح تبج وعلى جل خلط بحمان لخلط هي عبد الله الخياط هي عبد الله دكتور دكتور عبد الله الخياط نعم هي هي دكتور عبد الله ابراهيم الخياط نعم. موجود بشير تلين اليوم عبد الله حي بعد حي وصاحي 16 انا وبخير والله يوم تيقه قلها يا اخي ما يدري تبقي بنت سبحان الله صحت الحين عرست ملايبه عيال لا اله الا الله نعم من حمتكم هذا الدكتور اول دكتور اطفال على مستوى دوله الامارات نعم كان
عنده خوس من حمدود ما ادري بها. ايه لكن اقول لك يوم ظهرت انا زقرت ما طعوني الشون قلت ما يوم ليه تخل باكر بيت افطروا زين انا يوم شفت الدنيا احمرت شوي وساعه هي نزل هي من الوقت يدور هي كبر هذه يا الصيني يدور يا الذهب كان اقول بسم الله الرحمن الرحيم هاي ليله الغدر يمكن واقول يا الله تشفيك يا بنتي وامسح صدرها سبحان يا الله تشفيك يا بنتي يا الله ترزقني جنه انا وعيالي وين يعرج والله يشفي بنتي ويعافيها والله لا سكه يشتري الحين لا سكه يشتري سبحان الله أنا. والله ما خبرت بحد غير السنه سبحان الله من هذاك لا يوم زريت بك ما شهر كان اسيب ودخل علي عبد الله قال شيخ عبوي يبغى يسميه عبوش صغيرونه هي بنت سنه ونص قلت له انت كيف عليها قال سبك هذا الله يخليك قال ما يا الله عبوش صحتك انت احسن حرمه قلت انت قال انت حالك اعطيتيها العلاج انا اللي يبوا العيالهم عيالهم حتى ما ينطي لا تعرف صدوره قلت له يا نعم ظهرت انا ما قلت له والحمد لله حقي حرم سيرتي سبحان الله ويبونا بس ولا صمم ما بحبيبي بالعزم سامحني اللهم لك الحمد نعم ومن هاك الايام وهي عليتي لا ما تمسها النار يا رب العالمين ايوه والله العظيم الحمد لله الحمد لله يا ابوي الحمد لله الله يطول عماركم وييكم تسوى العين إيه. والله ييك الليلة وانت ورفعك أنا تسوى الكوخ ما بل الله يرحم والدي إيه نعم. أنا من متى أشوفك على السناب ولا على كان يا الاستوى ولدي مرة هي الله يحفظه إن شاء الله هي ما بصور ما نعم. بصور ما بصور ما يد نعم. يرانك يوصلونك ما يوصلون هلي هني لا الحداية هذيلا ولا يوصلني واحد روحي سيهو عنده لا إله إلا الله روحي سبحان الله والله العظيم اني لو ما روم امس طايحه هني واسمع عمري تسع سمات بطني لا روحك واسمع عمرك ما حد ويني بصرع ما حد بصير سبحان الله بس من البصرع انا بجي اللهم لك الحمد الله يستول العمر ان شاء الله الله يطول امين بتيني الحرمه ابويا تعبانه نجلب عنده بيت الظنه مسحته وافتكت وحملت ليه تعق؟ اللي تعق يوسمون عني أنا نعم يوسمون هني في فجرة أنا هل ما يتم حمالها؟ اللي ما يتم حمالها يبعد شيء مفصلها يتباعد المفاصل ولا يثبت الطفل هات وسمه مرة بيني مفصل الحمد لله والخير بلا سبحان الله نعم وثبتها اللهم لك نعم والحمد لله وأنا هذاك الحدي ما رب غيره حدث علم من تحتي ليش؟ ما وحدة من بناتي ويا وحدة علمتها ما عرفت عرفت الوي لأن ما عرف أنا بصري لا ما عرفت أنت غير أنت غير أنت ما شاء الله ما كامل وكامل الله ومن سنين وأنت تعاملها إن شاء الله والعالم كله تعرفني ما حد ما يعرفني وأنا أحب العالم كله سبحان الله كرم ما يحبوني أنا أحبهم لا ودي ودي ما وطلت ترى وقايبين نظيف الحمد لله لا في قش ولا في شر الناس بتيقاني متكبرة لا بسم الله عليك كل ما في زي حتاتك ورد يا بنت ماي حتاتك ورد وياسمين الله يطول العمر يطول العمر ان شاء الله والله لا خلانا منك امين ان شاء الله ونحن فرحانين بهالزياره مرحبتين وعندنا شويه اسئله نبي نطرحها عليك شيخ بنت مايد امين انت بخير بخير سهلة انا مبوني بخيرك الحين غديت مره عدت الله يطول عمرك ويعلك يا الله بك يوم دو الله يبارك فيك الله يحفظك بنت مايد شيخه بنت مايد المسافري نعم جتني علوم جات فريق نسائي نعم ودربتيهم نعم علمتيهم شو علمتيهم؟ علمتن عقلي علمتن على وي مساح علمتن على وسم وعلمتن على شجاع نحن طالت عماركم بنت مايد جزاها الله خير ما قصرت نعم. سوت وبذلت اليهدة إن هي شيخة بنت مايد نعم. أكرمت الله الله يكرمك وقبل ما نقول لك مع السلامة قبل ما نقول لك كل كلمات الشكر والتقدير الله يقدر منك نحن طال عمرك الحين ويحفظكم ويتعجي الله لا خلانا منك نحن بنسير نروي العرب نعم. مجموعة البنات اللي ينت نعم. متعلمن نعم.
بنرويه بنروي العرب مقرهن وشو سوى وشو ما سوى وشو التطور وشو اللي زادن وشو اللي قصرن وشو اللي عدلن وشو اللي ما الأمور كلها أنت اللي عليك سويتي علمتيها ونحن الحين نروي العرب وين آلن وشو أصبحن عليه. نحن سعيدين بشوفك. الله يسعدكم في الدنيا وفي الاخره. رد السلام على عمرك وعلى شخصك العزيز. امين. وكرمك الله. والله يكرمك يا الله. الله خلاص شفتي محمد عثمان؟ ها؟ محمد عثمان صديقك. هذا ابو عثمان هذا هو. الله يطول عمركم كيفكم يا الله. في سنه وكل حول يا الله. شفتي صلاه؟ امين. اي نعم شفته. طول عمره يا الله تخليه يا الله. امين. اقول امين. امين. قال كل واحد يا الله كل مسلم يا الله الله يرحم والديك ان شاء الله. الحين طارق عماك نحب ناخذكم في جوله جميله في موقع جميل الا هني قريب ما بنصير بعيد خلكم على الخط. شو نحوي الريتز كارلتون في نص طلعت عماركم هالصحراء وهالبرور بين هالنقيان وهالرمله الحمراء اللي تحرها زعفران. بنصور لكم الدنيا اللي هني كلها ان شاء الله انكم تنبسطون في هالمكان المميز الجميل. على السانست في نص في نص بين هال بين هالغاف بين هالغاف بنصور لكم السانست بتشوفون الشيء الجميل المميز في هالمكان النظيف اللي غني علي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. صلاح خلي يركبون وياكم عناية يا ربي هالمكان اللي أنا فيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الريتز كارلتون يا أبو عثمان شوف 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 راس الخيمة شوف غدت يا ربي شوف هالمنتجع اللي نحن فيه محمد ترى حين انت ما شي قربك يقولون ترى مساء مرمسكم وقايل لكم انه اغلى الاراضي في الكون واغلى الفنادق توجد على الواجهات البحرية كان قلت لكم في بلادنا توجد وجهات تضاهي باسعارها الوجهات البحرية هذا عالميا معروف للأراضي والفنادق والبنيان أي واجهة نهر ولا ناجهة واجهة بحر يكون أغلى ما يكون لكن نحن عندنا في الإمارات بلد الله مستحيل الحمد لله رب العالمين نحن بنرويكم في نص هالصحراء في نص هالصحراء كلها سمر وقاف ونخل شو موجود في هالمكان اللي غير نمونه هذا نحن طالت أعماركم حاليا. السلام عليكم, السلام عليكم. أنا وين؟ أنت في ريدز كارتون الوادي مرة ثانية؟ ريدز كارتون الوادي الوادي هذا نحن شو عدالكم أنت شو قربكم؟ هذا الفندق عبارة عن شو؟ عبارة عن منتجع هي. محمية طبيعية في 108 فيلا موجودين 108؟ 108 فيلا موجودين كل الفيلا اللي موجودة عبارة عن برايفت سويمنج بول شاطئ خاص هي. مع الاكتيفيتي طبعا معنا اكتيفيتي كتير وحاجات الاكتيفيتي الاكتيفيتيز الكتير زي ايه اللي عندكم؟ عندنا ركوب خيل ركوب جمال سفاري موجوده لو حابب موجوده اكتيفيتيز سفاري كمان فيه سفاري بتاخد السياره تودي الناس وين؟ احنا موجود هنا موجود داخلي عندنا في الريزورت بيكون عباره عن بولاريس موجوده تطلع بيها تشوف الحيوانات وتشوف الحاجات اللي موجوده عندنا لان احنا محميه طبيعيه ما شاء الله هاي معقول هالفخامه كلها في نص الصحراء؟ اه طبعا لان ده بص يعني احنا في بالظبط زي الريزورت ده اثنين بس في الامارات كامله هذا الاول الريتز كارتون الوادي وفي المها اللي في وين؟ المها لكشري كوليكشن ده موجود في دبي في دبي عندنا الشجره دي يا شيخنا الشجرة دي أسبانية عمرها 300 عام ابو عثمان يلا يلا يا ابو عثمان خلنا نشوف الدنيا ما شاء الله وين يا سيد ابو ورك انت وين
موجود. يلا ركبوا هناي. داود باشا ازيك؟ انا وين هذا؟ هذه الجنة؟ هذه شو هذا المكان اللي انا فيه؟ معقول هاي الاشياء نحن ما نعرف عنها؟ ما يبقى. اي باك عند ما يبقى. ها آه. هذا الله اكبر. شكرا يا باشا. باشا دي بدا مطعم كحيلة. مطعم كحيلة بيقدم الفطار والغدا. يبقى انترناشنال ووادي بريكفاست. يبقى فيه حاجات من الاكل العربي والاكل الانترناشنال. ده مطعم جديد احنا بنعمله اسمه جوبي. بيكون اشيم بيقدم العشاء. يبقى فيه موجود برضو كوبي سكاي بيقدم مشروبات. يبقى فيه برضو شيشة وكوكتيلز. ممكن نشوف منها السانسيت. الريزورت عندنا مساحته 500 فدان 500 هكتارز. احنا عندنا تقريبا 108 فيلا. 108 فيلا بمساحات مختلفة. احنا دلوقتي هنروح نشوف السيجنتشر فيلا. دي اجدد حاجة موجودة عندنا لسه فتحناها في شهر مارس اللي فات. مساحتها 560 متر مربع. برضه يا فندم عندنا اكتيفيتيز كتيرة ممكن نعملها. في الهورس رايدنج والكامل رايدنج والوايلد لايف فيدنج والارشري زي ما حضرتك شايف. برضه في الاوركس المها والغزلان موجودين في الريزورت ان شاء الله. سبحان الله. كل فيلا من هالفلل فيها مسبح خاص. فيها مسبح خاص بيها. دي الفيلا اسمها تندد مساحتها 253 متر مربع. العالم اعتقد انت في الشتاء ما في مكان فاضي. الشتاء السيزون بتاعنا بتبقى الفيلا كلها محجوزه. سبحان الله. في الصيف برضو الشغل بيكون كويس بس بيكون مثلا 4 ايام في الاسبوع. بقيت الاسبوع بيبقى في شغل بس مش زحمة خفيف يكون يعني. يا ربي هذا كله نحن في اطار في اطار الفندق 500 فدان. 500 فدان هذا كله اللي نحن فيه. كم فيلا بالله عليك؟ 108 فيلا. 4 سنسيت غروب الشمس. الفلل اللي هني كم؟ 8 فلل. 8 فلل. نعم. 4 شروق شمس و4 غروب شمس. 4 سن رايز و4 سنسيت. و4 سنسيت. سبحانك يا رب. لا اله الا الله. كل شيء وله كل منطقة ولها هواتها ولها جوها. هذا المكان شتر حر وانتم في الليل. هذه جنة. جميل جدا في الشباب جميل والمطرة والحيوانات بتبقى متاحة فيها برايفسي للجنس العربي. يعني بقى كل فيلا لها مساحتها الخاصة. السيجنيشر ممكن الجنس بيجر بعربيته لحد هنا بيعمل الشيك انه جوه الفيلا. مش محتاج يروح للريسبشن مش محتاج يروح للوبي. بيبقى في سنيور باتلر. شو الاكتيفيتيز اللي عندكم؟ اكتيفيتيز عندنا هورس رايدنج وكامل رايدنج وايلد لايف فيدنج وفي ارشري في برضه ستار جيزنج في ناشونال درايف. ليش ما تتكلم عربي انت؟ ايه انا اسف جدا يا رجال. شايفني لابس شو اسمه برنيطه. يلا من الاول. في يا فندم ركوب الخيل وركوب الجمال. ايه في بنطلع ساعه سفاري في الصحراء. ايه في يا فندم برضه ستار جيزنج اللي احنا ممكن نشوف النجوم على طريق التلسكوب. اها بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي. شوف ابو عثمان شوف 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 شوف. لا تقول ما شيء مكان ما وديتك. الايام هي مشتهده. ايه شوف الله عليك شوف المنظر شوف الفيو. يا رب يا حيحيا. البارحة بيتنا هناك كان زين لو الليلة مبات هني. لا لا بني شاء الله اليوم. شوف الله عليك محمد. شوف الجمال. شوف الطيف. احنا بنعمل باربيكيو وممكن يجي الشيف يحضر العشاء للجست هنا بقى باربيكيو والجريل وكل حاجة. في هالموقع. اه في الموقع في نفس مكان الفيلا هنا. الفيلا هاي عبارة عن كم غرفة؟ الفيلا عبارة عن غرفتين ماستر بيدروم فيها سرير كبير. وفيها سرير وفيها أوضة تانية فيها سريرين وفيها أوضة للناني لو في ناني أو في ميد. ما ورا حضرتك دلوقتي البنتري وكل حاجة موجودة هناك. مكان جميل إلى أبعد الحدود.
جميل 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 بكل ما تعني الكلمة من معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أعتقد الماستر روم. يا جماعة الخير بلادنا والله فيها أشياء يعني ما ظني توجد في أي بلد في العالم. اللهم لك الحمد. هذا مازين كنت ميلس وها ينكب بق لي مكانك. سبحان الله قطيع خاطف من تحت. سبحان الله سبحان الله يولدن ويتكاثرن. سبحان الله مهيئي لهن كل سبل الراحة. عمار 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 بها الدار الطيبة دار الطيبين دار ليواد. يا سلام سلم. والله يا جماعة الخير لو هو هواي لو ما خاف أثقل عليكم يعني ما بنت الكاميرا من التصوير من كثر ما المنظر جميل جميل إلى أبعد الحدود. وغامضني أن نحن في البلاد ولندن ولا نعرف شرقنا من غربنا. ما حد خبرنا عن هالمكان الزين. أني راس الخيم وسايرين وياجين وقاضين وماضين ما حد خبرنا عن هالمكان. مكاني غني يا لي اللي وادم السير آخر الدنيا ما درينا بهالمكان. غزلان والحيوان والدنيا شو ما شاء الله. ومياه وحيضان وعلم وخبره ما شاء الله. وين غرفة الناني؟ الناني الطرف هذا. هاي الماستر روم. أبو عثمان شي تبه؟ لا سلامتك. فنادق عالمية فنادق عالمية. لازم هذا الشاور أوت أو الدور. صيح اذنيك يا علي المصري صيح اذنيك. شوف انت يا جماعة الخير يا جماعة الخير الناس مسوين شيء جميل شيء جميل وفنان. سبحان الله سبحان الله الدوغة الرفيع. هاي غرفة الملابس. عمار جروب بيجيني. محمد ماته ودنيا وشطافاته. وهذا ابو محمد. ابو عثمان منو ترمس؟ وليدي ابراهيم سلم عليه. سلم عليه سلام كثير. هذا المدخل الرئيسي. هذا مني حمام. بعد. هذه غرفة الناني. هذه غرفة الثانية. هذا المغسل الحمام روحه. وهذه غرفة الناني على قولهم. وديت مين؟ أنتي دين. ناني. ممكن يشرب في حضر الفطار. نحن بنستخدمه كبطة اللي احنا ممكن نساعد الجسم في أي حاجة هو محتاجها. ده طبق خارجي احنا ممكن نخش منه. ودي حضرتك بتبقى أوضة الناني. الحمام.
الحمام هذا اللي في حمام والسرير والتلفزيون هذه أوضة الناني. هاي الناني ها؟ ها؟ غرفة الناني. هاي غرفة الناني. تعرف الناني؟ أول مرة أسمع الناني. عثمان حتى السكناني موجود. عثمان حتى السكناني موجود. الحين كيف أنت ما تعرف الناني؟ ما أعرف. الحين نقول أنت تعرف كل شيء؟ لا لا لا. ناني. أنا أعرف الناني. وفي الأوضة اللي فيها سريرين. إيه. نرويكم حجرة طالت أعماقكم اللي فيها سريرين. هاي ماستر روم وهاي غرفة ثانية. دلوقتي بس هو معاه أفراد لوجين مثلا أربع أفراد لو إيه. أكثر ممكن حضرهم سراير زيادة نحطها هنا تبقى. المهم المكان فنان. لهواة منو قل الصدع والديانة ها ما بالكل حد للي ما يبون الصدع والديانة يبون الاستقلالية يبون يدلون بقعتهم ويعرفون مكانهم للي ما فيهم على الصدع والديانة حمامات مسارحن الأوتدور شاور كل شيء موجود ربيعي انا؟ ايه؟ سبارك انت تليفون؟ ايه؟ منو؟ ها ما اعرف بيع خالد وتعطي ارقامك منو؟ تحسب ارقامك على منو؟ انت ما اعرف انت كلام انا ما يخصني انت خصني انا ما يخصني اي ال اي اها اها انا مخبر انا ما يخصني انت خصني وي بعد الله أكبر هذا أدى المغرب سبحانك يا رب لا إله إلا الله هاي شو مشيار هالزهرة هذه شو زهرتها سبحانك يا رب شو الزهرة سبحان الله وهذه الثمرة لا تسوي أول شاي أول شيء تستوي هالنمونة وخلاص طالت أعماركم الظهر الوردة الوردة هاي شو هاي صغيرونة هاي شدي بست هاي بست هاي الوردة سبحانك يا رب ما أقول عنكم يهر رأس الخيمة شيء كان الشيارة في نص الصحراء الظهر هالوردة جميلة بهالحجم سبحان الله سبحان الله سبحان صيح ذنيك البير لو هو هني بيخبركم شو أصلها شو فصلها شو اسمها متى موعد التزهير شو اللون الورود اللي تظهر شو النوع الثاني شو بقولكم يلا يا حق يلا يا شباب هان علي نحن ظاهرين طلعت عمرك من الفلل هاي لكن اللي هناك ما هان علي طلعت عمركم اني انا خطف ولا صور هالمنظر الجميل كل المشروع اللي تشوفونه كله انتم في هالحدود هذا كله انتم في حدود في حدود هذا هالمشروع الجميل شوف الله عليك كم فلل بالله عليكم 108 108 فلل بس الفلل 108 ولا مع الغرف ما فيش غرف كله فلل 108 فيلا 108 فلل اصغر وحده كم 253 متر مربع لا يعني كم عبارة عن غرفة ولا غرفة وصالة؟ عبارة عن غرفة وصالة وحمام غرفة وصالة وحمام ومسبح خاص فيها ايه سبحان الله شوفوا شوفوا شوف. نحن كم نبعد عن الداون تاون عن وسط البلد؟ 30 دقيقة نص ساعة نحن في شو اسم المنطقة اللي نحن فيها؟ المزرعة اسم المنطقة المزرعة اسم المنطقة أقرب شيء عندك شو؟ أقرب الحمرة مول هي ومستشفى شيخ خليفة التخصصي الحمرة مول كم تبعد؟ 15 دقيقة ها شوف المنظر هذا على فكرة أنتوا لا تشوفون هالمنطقة هاي في عز في يوم يجي الوسم الرملة هاي ما تشوفونها كلها خضراء وقت الربيع الربيع يوم يجي الوسم في رأس الخيمة ما تشوفون أي شيء من هالرملة هاي الرملة الزعفرانية تغدي خضراء خضرة بقدرة قادر من الله سبحانه وتعالى هاي البلاد غير عن كل البلدان اللي انتو تعرفونها ارضها غير نمونة
النقيان في الكون ما تخضر إلا في رأس الخيمة، بداية من عوافي لين آخر حدودها كاملة كاملة رأس الخيمة ما تلقطونها الرملة كلها تغدي غبة خضرة اللي تشوفونها يزيق عقل اللي ما يزيق عقله. اسمها العشيش والمزرع، اسم المنطقة المزرع والعشيش، دخلوا في جوجل بتشوفونها. لكن شو انتوا أيام الربيع، هذه أيام الربيع تغدي غبة خضرة أقول لكم ما تلقطون، هني الصوالين تمشي فوق هالنقيان، هاي تشوفونها هالنكاكيد وهالنقيان وهالكثبان الرملية، هاي الصوالين تمشي عليها. مي الوسم، ضروري الوسم، الوسم أبدا في شهر 10 و11 و12 تغدي الدنيا هاي غبة خضرة شهور شهور شهور، الواد مثيب حلالها تربع في البقعة سبحان الله. أبو عثمان تيون تلاقطون حمامة هني؟ إيه هنا الحمامة وانت قاديس وانت راح تيجي ثنة والله يا سلام بقعتها ها؟ إيه لكن بس في الوسم، الوسم إيه على الأمطار. داود داود متى كم سنة أنت هني موجود؟ أنا 5 سنين. لحقت على الخضار؟ إيه أه طبعا السنة اللي فاتت كان في خضار كتير جدا سبحان الله. ما بلازم يجي مطر وايد؟ إيه لا مش شرط يجي مطر وايد، يعني بمجرد ما تنطر مثلا يوم او يومين او اي يعني تنطر الحياة بسيطة سبحان الله الخضر بيطلع على طول سبحان. هي عرض راس الخيم خصبة، حتى انتو شوفوا اكبر حجم غاف بتلقطون بحياتكم بتلقطون في راس الخيمة، اكبر تجمعات القاف موجودة في العالم فيك انت يا راس الخيمة، ها كل قاف وين ما تصد وين ما تطال على مد النظر غابات غابة، خصوصا الحمرانية، خصوصا راس الخيمة دار مبروكة من استوت الدنيا. هي والله سبحانك يا رب معظم شأنك. هالمبنى كم عمره هالمشروع؟ فوق ال 18 سنة تقريبا. والله كيف نحن ما ندري به، لا إله إلا الله، جميل هالمكان جميل جميل إلى أبعد الحدود. شوف الله عليكم، شوف ضبي محمد اللي لهن كلن عشر أبي ولدنا أول اشتاء، شوفن حليل هن حليل هن انسيات لا يتروعان ولا شياته عشاتنا عشات. هذا جيم بعد هني، هذا جيم عام ها؟ غير عن الجيم اللي في الغرف، غير اللي في الغرف تمام. ريتز كارتون سبا، هذا السبا هذا حينه، هذا مربط الفرس لين احنا خبرناكم عنه، هذا طال عماركم وين صار جروب كامل عند بنت مايد. السلام عليكم، جود ايفنينج مدام، هلو. هذا جروب كامل طالت عماركم صار عند بنت مايد وتعلم منها طريقه العلاج بالأعشاب وطريقة العلاج طالت أعماركم بالطريقة التقليدية الإماراتية متشجيع والمساح والتيبير حتى التوسيم علموهن فيعرفن كل شيء حالة يشوفونها. ها صلاح تبى مساج؟ هذا موجود مساج شو هذا؟ هي حسب هذا هي ها أبو عثمان هذا غايته غايته كلنا أنا وأنت وصلاح زين يلا. شيخة بنت مايد المسافري طالت عماركم علمت كل هالفريق فنون المساج الإماراتي مع إضافة الرتوش اللي زيوت وتطويرات من شرق ومن غرب إضافة ونقصان، شيء يلزم وشيء ما يلزم، شيء لضرورة وشيء ما لضرورة، هذا كله ينفع المجتمع وينفع السبا باللي فيه لتعلما منها اللي هي مميزة فيه. فحاليا طالت عماركم هالموجودات في هالمكان الجميل الطويل العريض، بنصور لكم وبنجرب، نحن بنجرب أنا وصلاح ومحمد عثمان بنجرب في هالمكان المميز الشيء المميز اللي هنتعلمنا من بنت مايد. المساج الإماراتي طالت عماركم اللي هنتعلمنا هذا، هذا المساج 60 دقيقة ضافا عليه 30 دقيقة اللي هن
يعني يستوي المساج ساعة ونص، هذا إضافات للعلاج، لعلاجات الجهاز الهضمي بدويات، وعندهم أعشاب وأنواع من الطين وأنواع من الأحجار وأنواع من الأعشاب اللي ذو يابينها من آسيا، فزاد دخلوا الإماراتي وحطوا وياه الآسيوي إلى أن أصبح يمتد من ساعة إلى ساعة ونص. فهذا طلت عماركم من مكان كلها مبنى طويل عريض لك 600 حجرة. صليح يلا أبو عثمان. هلا يلا يلا بسم الله. هذا صلاح شكب وين بروح؟ نحن ليش جايين؟ ما أعرف أنا ودي قلت يلا. Where are we going, madam? This is the way for treatment room. ما أنت ما تشوف الحين نشوف. شو بقولكم؟ ما شاء الله. هذا القسم حقنا نحن كلنا. هاي غرفة مساج يدرون فيها 1 2 3 4 أربعة، 1 2 3 4 شوف أنت، شوف ضخامة المكان وجماله. هذا كله للمساج الإماراتي وللي يبغي الشيء الزين المميز. هذا فيك أنت يا رأس الخيمة، فيها الأسباء وهالمنتجع الجميل اللي غني يا ليل. روح بو عثمان. هي هي. كبار كبار ولا هونو؟ لا تكود انت. غسلوا ريولك حبيبي صلاح، قبل المساج لازم يغسلون هالريولك، هذا شرط. اول مساج ها؟ ايه هي ابوي ما علي باسهر. صليح صليح، هذا الاجر على الله. ها ما يلبسونها بيمثثون ريولك ما يخلصون. Good evening Mr. Khalid, my name is Teresna and we are therapist for today. So I would like to reconfirm again your treatment. So you will have Emirati massage for the 60-minute treatment. 60 minutes. Mm-hmm. So my Anna, do you have any medical concern or allergy? No, we are fine. Nobody is have anything. We are alhamdulillah very good. All of us. This is Mr. Muhammad Uthman. Yes. This is Salah Khalid, Salah Al-Khaldi, and I am Khalid Al-Khaldi. Okay. So, my Anna, during the massage, do you have any area you want to concentrate? The feet. On the feet. Yes. So, my Anna, do you have any area you want to avoid? No, I'll put, I'm fine. So, if you feel uncomfortable during your treatment, or if you need more pressure or less pressure, so please do let me know. Inshallah. Thank you. محمد صلاح يقولوا لكم اي مكان تحسونكم تبون زياده تهويس على في المنطقه هاي ريول ولا سياته خبروهم بيسووا لكم زين، والمكان اللي تحسون انهم يهوسون تبون يخفون منه قولوا لهم لما موجودين هايل لاجل انه يسووا لكم الشيء اللي انتم تبونه. يسلموا والشكر مره ثانيه. شكرا. ثانك يو فيري ماتش. شعور لا يوصف، هدوء وسكينه في مكان حضيض راقي لا صار ولا استوى. شو بلاك؟ عملي كذا عملي عملي كذا. إن شاء الله. عثمان لا تموت. خلي نايم خلي نايم. لا تصحيني. المهم طلعت عماركم، أنا سفرتي ما عقيتها. وحنينا المطعم. هو مكان ما شاء الله. عامر مكان ما توقعت انه بيكون فل لهالدرجة، ترى اشغال عندهم فوق عن 70% ما شاء الله. هذا الهوت مزة والكولد مزة يا ابو سلطات الدنيا ودي. يا مرحبا يا مرحبا بصليح.
يا مرحبا. ابشروا ابشروا ابشروا. تعال الدالي حبيبي. انت في خارج في بيته؟ شو؟ هذا سبب ما كلام. انت ما تدري بن مينون؟ تعال هيب عثمان عدالي. عدالي. انت يقودونك من الحين؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. دتيج. بعد ما وايد تاخرتوا يا ابوي. وايد تاخرتوا علينا. انت تحواسوا تعالوا تعالوا خلي خلي ترى. انا والله بس زياده بغيت. والله. والله العظيم. غاوية؟ والله يا الحرج. ها يس. زين مشفوق قم واجب به شد زول كرسي. بس. اسمي. اسمي المساج ما شاء الله. نعم نعم. بعد ما؟ اقول لك بحط الديها. وإن حضرت الديحة أدعوك على الحقات أنت عندك عصبة مرة على طول وحط الديحة قالت هنا الورة والصوب الثاني هنا إيه كنت إن ما شاء الله أقول كنا فتحت سبحان الله إيه والله إيه ما سمعت خير 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 تبى خس بعد؟ هذا وها يبى خس كود هذا هني خس خس يبى خس هذا شبه هني شبه إيه حبيبي قوي تفضل خروف انت خروف صلاح تبات الليله لو تبغى نسير مين تبغى بالليل لا بقول تبات ولا نسير يا في ابو بالليل ليش عندك شغل حلوم غير تبع حلوم بكره خليهم هني انا ما اقدر امشي اشوف فريق بالليل شو ما خلاص بس أنا أسوق سيارة أوكي. بتسوق أنت؟ لا لا بيون بيت. عماركم الدالمكني المميز اللي عندهم. هذا أكلت. وهذا الشيكن برياني. الشيكن برياني فور مي. نو نو فور يور سبيشال إز كامينج. والله بعد. سبايسي وان. هذا الشيكن برياني. الله هذاك بعد. وشون فور مي؟ هذا اكسترا سبايسي ابوه هذا الاكسترا سبايسي ابوه طالب اكسترا سبايسي هذا طالك عماركم تشيكن بتر تشيكن هذا بتر تشيكن وهذا لحم كاري سالونه هذا حق فور مستر صلاح كينج صلاح تشيكن برياني وهذا متن برياني المهم تايلا باربيكيو هذا تايلا باربيكيو الله محمد عثمان احنا ما طلبنا لك هذا دال مكني انا طالب ان حقي انا دال مكني بدل ما اطلب واحد طلبنا ثلاثه عند سوين السلام تشوبس الله 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 يا سلام يا سلام صلاح انت نور يا بابا متى بكره موجود انت عم بتصير بضبي لا ما بسي العين بسي العين يوم الخميس عندي شغل انا خذوا لحم انزين براك اوف لا يوم الجمعه اوف الخميس ما في اوف بكره متبتيني زين الله يحفظك ها ايه بكره بي تعال اول عندي عقب اسير من هذا مال صالون بكره الصالون ولا ورا بكره يلا تحملوا على اعماركم يلا قم اسد يلا قول صلاح شوي شوي صلاح لا لا هو بيخبزون لا تكود انت ما بتحبني قبل ما اصير وخيب صح انت حبيك بك العافيه شوي شوف الدربه
الوضع يتكون لا الوضع يطيح. شو تبي تعبيه انت؟ ما يروح الطريق في مشكله. يلا 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 عادي توكلوا على الله. يلا مع السلامة. باي باي. حصل شو سوى لك؟ نحن طالت أعماركم في فندق ريتز كارلتون الوادي ديزرت. توجد عندهم جميع الفعاليات وجميع أنواع السكن في نص هالصحراء الجميلة وفي نص هالرمول ونص هالغابات الغاف والسمر. فعاليات جميلة وأجواء أجمل، المطاعم، ركوب الخير، ركوب الجمال، الصقارين، السفاري في البر، وايد الأشياء الفعاليات اللي عندهم. ويوجد من على قائمة الأشياء اللي عندهم اللي هو المساج التقليدي الإماراتي، إضافة إلى المساج النص ساعة زيادة اللي حاطينه اللي هو الشرق مال آسيا. فاللي يبقى بنحط لكم ها عناوينهم، بغيتوا تسكنون هني، بغيتوا حق تمارسوا تشوفون الهوايات اللي متاحة هني عندكم أنتوا وتناسبكم اللي تبونه، نحب نحط لكم الموقع وتليفون الفندق باللي فيه، من مطاعم، من سكن، من فعاليات، من يعني أمور كثيرة. بلاد الفندق ما أدري كم، أمي وما أدري كم بلاد من كبرة. هذه المبادرة الاستثنائية طبعا بتكون إعفاء جميع المخالفين، والمطلوب من المخالفين الاستفادة التامة منها من خلال جانبين: من جانب تعديل وضع المخالف ومغادرة الدولة بسلام وبدون الحصول على ختم حرمان، في نفس الوقت بالنسبة للأشخاص اللي يبغون يستمرون طبعا من خلال تعديل وضعهم والتمتع بعيشة مستقرة بدولة الإمارات. تشمل هذه المبادرة أربع فئات: الفئة الأول طبعا مخالفين الإقامة، الثانية مخالفين التأشيرة، الثالثة طبعا المدروجين في القوائم الإدارية من خلال الانقطاع والتغيب عن العمل، وكذلك مواليد الدولة طبعا الأشخاص المخالفين بالدولة. طبعا نحن اليوم نقول المخالف هذا ما بنقول الجزئية الأكبر اللي هي تعمد أنها تخالف، ولكن في بعض المخالفين دخلوا في ظروف قاهرة ودخلوا في مرحلة هذه المخالفة، فإذا هم خير مع زيبنا مو مقصرين، والقيادة الحكيمة دائما تتابع. اليوم نحن عندنا الإنسان فهو الشيء الأساسي اللي نحن اليوم نحاول نبذل جميع الجهود أن نوفر له سبل الراحة. فنطلب من أخواننا المخالفين الاستفادة من هذه المبادرة